صيدلية صورتها أكثر من مرة، موجودة تقريبا في معظم مناطق الكويت. هذا الفرع الخاص بالجهرة، وهذا ترى على فكرة شعارهم، عندهم عروض قوية اليوم بصورها. المنتجات الغذائية كثيرة، لكن في منتجات هم مثل ما تقول وكيلهم سوين عليها عروض قوية. عندك البرو هير هذا للشعر، وبحكم انهم وكيلهم وكيل الماركة فمسوين العرض الآن، تاخذ واحد الثاني مجاني. نفس الطريقة اللايبوليس مال التخسيس، نفس الطريقة واحد الثاني مجاني. عندهم الأوميجا 3 30% خصم، اللي يبي الفيتامين سي 50% خصم حاليا، حتى هذا مال الميموري على قولتهم واحد والثاني مجاني. وفي منتج دائما الناس تستخدمه اللي هو يسمونه جود نايت، هذا بعد مسوين عليه عرض حاليا، واحد والثاني مجاني. وكل شيء ترى على فكره تقدر تطلبه من الصيدليه، سواء من منتجاتهم او غيره، ممكن تطلبه بالتليفون ويوصلك مباشره. وهم على فكره افرعهم في مختلف مناطق الكويت. وكذلك عندهم الكريشينا، هذا معروف انبولات للشعر مشهور حيل، سوين عليه عرض حاليا اذا خذيته مع الشامبو الخاص فيه مع البروهير. إذا خذيتهم ثلاثة مع بعض كلهم بيكون 51% خصم، يعني أكثر من نصف السعر. الكريشينا أصلاً هذا بروحه لو تأخذه واحد والثاني مجاني. فعروض خصوصاً على المنتجات الخاصة فيهم هم، دهني اللي هو الحماية، هذه ماركة اسمها بارلامار، عندهم كذلك عرض، تأخذ واحد ويكون الثاني مجاني، كله سواء توصيل أو تمرهم هني بواحدة من أفرع الدوائية. براندات كثيرة هم وكيلها، لذلك عليها خصومات. يعني عندك هذه الفيولا، كل أنواع الماركة هذه عليها خصم تقريبا 30%. كثير من البراندات يمكن هم وكيلها وعليها خصومات. كريشينا وهني بعد نفس الطريقة. طبعا الدوائية تكلم أكثر من 14 فرع بالكويت، مختلف مناطق الكويت، لذلك هم يوصلون وين ما تكون داخل الكويت ومجاني داخل الكويت. أما خارج الكويت التوصيل أعتقد أي فاتورة فوق 35 دينار راح يكون توصل مجانا لمختلف مناطق العالم او الخليج. اذا احد بيطلب يوصل لك اياه. تعرفون انا احب الزراعه، وبالنسبه لي افضل شارع من ناحيه ان الشارع نفسه مو ملك احد ولا بيت احد، الشارع نفسه جميل. هالشارع هذا في منطقه الروضه، هذا يعني منطقه يعني اللي بين الشارعين، منو مسؤول عنه ما ادري صراحه. هل برافو على البلديه ولا برافو على الاشغال ولا برافو على جمعيتهم؟ اتوقع جمعية، والله ما ادري. بس شوف الواشنطونية اللي فوق اللي تحت، الزرع اللي تحت هناك، اول الشارع ورا كان فيه فتنة روعة. ودك اذا شفت شغل زين تمدح، ليش؟ عشان اللي شغله مو زين يستحي شوي ويغار ويمكن يصير شوي زين. انا اتوقع يعني مو معلومة اكيدة، بس اتوقع 100% جمعية الروضة هي اللي قايمة بدور الشوارع داخل الرئيسية. وهذا دليل على شنو؟ على الجمعيات تقدر تشتغل وتسوي وتضبط وترتب المنطقة. فدور باقي الجمعيات التعاونية انهم شوي يحسوا على نفسهم ويقتدون، ترى ما فيها شيء ابدا اذا راحوا حق جمعية ثانية ناجحة وقالوا تعال علمنا شلون سويتوها، يعني شلون الطريقة هاي سويتوها، من وين سويتوا كذا، علموكم عادي. والله ما انسى، والله حتى صورت لكم، ولا انا جايب طاري الحين لان ما ابي اجيب طاري اسم الجمعيه، لان اتوقع الموضوع قبل 4 سنين 5 سنين، فاكيد كان اداره سابقه، عاد ما ادري اداره حاليا زين ولا. المهم واحده من الجمعيات بالمصافط، واذكر اللي يذكر متابعني من زمان يذكر صور النخل، ترى النخل يقاوم، يعني اذا ما اعطيته ماء يعني ممكن يجاملك شوي يقاوم شوي، بس هذا واضح انه فوق السنه ما ذاق ماء ابدا. النخل يعني ناشف بطريقه، صاير كله خشب، كل النخل اللي بالباركينج وكل النخل اللي بال داخل الجمعيه، ما اقول لك بشارع عام لا، داخل الجمعيه. طيب اقل شيء ما عندكم عقد تسوونه حق يعني السقايه او الاهتمام يا اخي، بيعوا النخل حرام. يعني النخله هذه بعضهم طويله عمرها يمكن فوق ال 10 سنوات 15 سنه، تنهي تاريخ ال 15 سنه هذه بس والله بقرار واحد دك، والله لا ما عندنا فلوس انه والله مثلا نوقع عقد الصيانه او السقايه او تعديل بايبات الماي بس اللي تقطر. فهذه والله انا اشوفها مسؤوليه، يعني مساله انك والله تمسك مكان، ترى من مسؤولياتك ان اللي قبلك وصلوا الاشجار هذه الى 10 20 سنه، خلاص صارت اشجار معمره، لا تجي وتتخذ قرار فاشل او تهمل ويروح فيها كله. ما انسى
واحدة من المدارس، هذه كل مرة أمر على المدرسة ولا أنقهر. كانت المدرسة عند البوابة أحلى سدرة في المنطقة كلها، عند فوق البوابة كذي، ومظلل البوابة على المدخل كله. فجأة بقرار واحد من ناظرة الله يسامحها، ما أدري شو الأسباب، يقولون توسخ. يعني ترى خلا هذيك لا يقل عن 35 سنة وفوق عمرها، آسف سدرة مو خلا، اتخذت قرار والله ألو الحارس ما أدري شيلوها، شالوها سدرة عمرها فوق 35 سنة ومظلل المدخل كله، شيلوها شالوها. أهلا وسهلا بكم في مسلخ الظهر. تدخل مسلخ الظهر يا حبيبي إذا تبي ذبايح طيبة أو أضاحي طيبة. بعد شوي بتنزل هني أضاحي وارة. وارة وين؟ شوف لما تدشني مسلخ الظهر وارة تصير وارة وارة، شفت ذاك الشبوك هذه وراها من هذيك الجهة، بس وين تطلع لها؟ تطلع لها توقع مو من اليسار من اليمين، من هني وتلف وارة. أيوة مثل ما قلت لكم وارة، هذا شغل وارة، شركة وارة للماشي. يعطيهم العافية يعطيهم العافية. شوف 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 ترتيب الحين، نظفين الأماكن كلها وجاهزة ومستعدة لنزول الحلال. الحين بعد شوي راح ينزل الحلال هني كله أضاحي. تجي طبعا في معظمها يكون مثل ما تقول محجوز أصلا مرقم، هذا بعضه ما يجيبونه هني يخلونه هناك في البر. اللي راح يجي الآن أنت ومتى ما تبي تجي تنقي اللي تبي وتحط علامتك عليه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا حلال وارة توا واصل من البر. للعلم الحلال كله اللي موجود هنا كله، وحتى اللي موجود هناك في البر كله موجود مربوط عند وارة، صار له شهور، فمو هو شارينا امس وقبل امس او شهر او اسبوع، لا ماخذ له فترة طويلة، معلف صح مرتب صح، والان ينزل هنا وعاد بانتظاركم اللي بيجي ينقي. وترى على فكرة كل الحلال كله مرقم، لو تلاحظ يعني هذا رقم مثلا والله مو واضح عندي 169 اتوقع، المهم كل الحلال مرقم. شلون تشتري الضحيه اللي تبيها؟ اما تدخل الموقع الالكتروني وتطلبها، او تجي هني وتنقيها اللي تبي وتاخذ وصل بالرقم اللي موجود، والرقم هذا كيفك. تبي يوصلون لك اياه يوم عرفه 5 دنانير زود، ويوصلك قبل ليله العيد على قولتهم، يوم عرفه يوصل الى باب بيتكم. تبي مذبوح للأسف الشديد أول يوم عرفة فل، اللي حجزوا قبل الله يبارك لهم حجزوا أول يوم العيد. ثاني يوم العيد تبي مذبوح ومقصص ومغلف ويوصلك ممكن ثاني العيد، بس عاد تغانمها وحجز بدري. شوف 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 هذا 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 هو هو اللي الحين يقودهم كلهم. لا شوف بيدلهم هذه كلها الأضاحي عسى ربي يبارك. شوف شوف ما شاء الله الله يبارك. طبعا هذا الرف الاول، الرف الثاني الرف الثالث، هذه اضاحي وارة عسى ربي يبارك ما شاء الله. خوفك من نطح الحين، احد ينطح ها؟ شو فرق يعني ها؟ يعني مثل اللي الحين يروح الساير ياخذ الاكسس، واللي يجيني ياخذ ضحيته، كلهم يشربون من كوب عليه شعار الشركه. الله يبارك الوارة يا اوه ها. من بعدين يبقى تشوف يعني تجي تاخذ ضحيتك وتقهوى هني عند الربع وتوكل على الله. حتى الخروف شنو تاخذه؟ تاخذه تبي كينت، تبي كاش، تبي انت تنقي يعني تقهوى، حتى شوف حتى بخور بعد يبي ضبطك بخور، تبخر وتدفع كينت توكل على الله. انت اليوم واحد من الزباين، نبي تقول لنا شنو هو السبب اللي خلاك تختار وارة؟ اول شيء من متى؟ صار لي يمكن تقريبا 3 سنوات. 3 سنوات الله يبارك لك يا رب. شنو سبب اختيارك الوارة؟ احنا شفناك هنا صدفة ترى. نبي نسمع منك. والله السبب جودة المنتج. على مرور السنوات هذه يمكن مو مرة مرتين طلبت. لا لا لا. لذلك ضحيتك السنة. لو يرجع مو مرات انا شوف صاحب الحلال ترى لما قلت انت زبون تحفاك زياده غير هذا الحلال نزل وهذه الاضاحي نزلت، واللي يجي هني ينقي على راحته، نقي الخروف اللي تبيه، تاخذ رقمه تروح هناك تتقهوى داخل، يسجل لك وصل برقم شوف كل اضحيه عليها رقم،
هذه عليها رقم من الصوب الثاني يمكن. المهم كل ضحيه، شوف هناك رقم، كل ضحيه عليها رقم. تسجل وصل تبي تستلمها يوم عرفه تجي تستلمها، تبي يوصلوا لك اياها يوم عرفه زيد 5 دنانير، تبي مذبوحه ومقصصه ويجيب لك اياها هذا ثاني العيد، لان اول يوم العيد فل ما شاء الله تبارك الله. شوف قاعد يسجل هناك هذول الزباين، وهذا قاعد يسجل هناك. حلال صراحه، طيب 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 طيب، ما في كلام. شوف هذه الضحيه وارا، عسى ربي يفتح عليهم ويبارك لهم ويزيدهم. انا علاقتي معه وعمر صاحب الحلال من بدايه المشروع، لذلك يعني كل نجاح انا صراحه استمتع اليوم.